استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيودورو ناجيما ابيانج مانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس أبيانج ناجيما رئيس غينيا الاستوائية تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والسيد الرئيس وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في هذا الإطار مجريات زيارته لمصر التي التقى خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانيات القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الوعيدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن وتجمعات العمرانية والطاقة والنقل والصحة والدواء. حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي. كما تناول اللقاء الأوضاع القارية والإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة دالما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية. تناول اللقاء استعرض مسار العلاقات بين مصر والبنك الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد. وقد أكد السيد الرئيس محددات رؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيرا إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك لا سيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية. كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، مما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجا.